الذين نبقى دائما مع أحوال المجتمع وإلى الشرقية الجزائري أين تجددت ظهر أمس وإلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم مواجهة عنيفة بين الفلاحين ببلدية بنقشة بسبب سوء تفاهم حول ملكية الأراضي بين عرشين، ووصل الأمر بالمتشاجرين من الطرفين إلى استخدام أسلحة نارية وبنادق الصيد والمسدسات الآلية. وأسفرت المواجهات عن سقوط 10 جرحى من الجانبين وخسائر فادحة في الممتلكات التي طالتها عمليات التخريب والحرق قبل أن تتدخل وحدات الدرك الوطني للتفريق بين المتخاصمين في مشاهد تتكرر بالمنطقة على خلفية خلافات حول ملكية الأراضي الفلاحية. التغطية كانت لعمر عامري. هذه راهي ماهيش من المعقول، خلاص مالا بينا من السلطات والبلديات نتاعنا والولايات يحدولنا الارض باش ما تكونش مناوشات اكثر من هذه، باش ما تطيحش الارقاب بعد بين العراش. هذه ارض عروشيه، الارض هذه نتاع ولاد رشاش ولايه خنشله، نتاع ولاد رشاش ولايه خنشله وبالبلون وبكل شيء. احنا هنايا الشعب نقسموا بالعرف، هاي العين، هاي العين مخدومه في التسعينات، ها مولاها ما لحقش باش يدير لها موتور ولا ينوض. عندنا فراجات من الخمسة من 90 ورواح علينا نخدموا، كل واحد يطلع فراج، كل خطره يطلع واحد فراج، يقدر على فراج يطلعوا. ما قدرناش ننوضوا، نستناو في الطريق والتريسيتي. الفرقه هذه من الواد اللي جات، اول خطره احنا جيران الواد، من خلقت الدنيا احنا جيران، اول خطره نشوف الفرقه هذه. عنده مده من راهو يصرى هذه المشكله تاع الحدود، والمره هذه تفاقمت شويه الامور، تعدات شويه الحدود تاعها. كان دخل قبل الوقت هذا رئيس بلدية عبد الحميد بوعلاق، واتخذوا إجراءات بما فيها أنهم اتخذوا إجراءات مع السيد الوالي باش يرسموا هذه الحدود بين بلدية بنقشة وبلدية بابار باش نفضلوا هذا النزاع نهائيا. واليوم يعني نظرا لأنه ما قدرناش نسرعوا شيء في الإجراءات.